السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيل. اليوم الحصة تاعنا قبل المباراة، يعني كلاسيكو السيتي وليفربول، وين غوارديولا يصدم محرز، يعني وين نقولوا باللي رغم ان شاهدنا محرز يعني الخروج تاعو يعني في المباراة الماضية، يعني الدقيقة 33 شاهدنا خرج الخروج تاعو اللي ما كانش موفق، وشاهدنا وين غادي نشوفوا ليفربول يوم الاحد المقبل في الجوله رقم 11 من البريمير ليغ. حنا قبل لا نبداو في الموضوع تاعنا، ماذا بكم اعطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا الفيديو، اللي مشي مابوني يدخل يابوني معنا. حنا اليوم وين غادي نتكلموا على المباراة الموعودة، يعني مباراة كبيرة، مباراة يعني نقولوا المباراة يعني المباراة الأفضل في هذه الجولة 11 رقم 11، وين نتمناو إن شاء الله بربي نشوفوا فيها رياض محرز، يعني وين نشوفوه يعني دونتري إن شاء الله بربي، ولا نشوفوه يعني رغم أن وين غوارديولا يعرف كيفاش، يعرف واش يعني الخطة تاعو، يعرف اللعاب اللي راه بري، اللعاب اللي ماراش بري يعرف، هو راه عارف يعني هذه تبقى عند المدرب، ما غاديش تبقى عندنا حنايا. كيما نحترموا المدرب تاعنا الفاشل، نحترموا مدرب غوارديولا. مدرب فاشل تاعنا فانيك دو داره تروا، لعب بخمسة واحد ثلاثة، يعني كي تحترموه يعني فانيك انتوما ماشي تدافعوا على خطط تكتيكية، على شاهدناكم تدافعوا وتغيتكم الخسارة وتعايروا لونترينور باللي ما لعبش مليح والتاكتيك دو جو وهاك يلعب وهاك يلعب، وهنايا في بلادك ساكت كالنعامة حاشي راسك في التراب. هذه هي شاهدنا كيما هاكا، كي تدافع دافع في بلادك فانيك، حاجة تخصك في بلادك، ماشي خارج ليا انا تقصر ليا انايا اسد على غوارديولا، وهنايا على بلادك مدخل راسك كالنعامة في الارض. انا كي نهضر هنا نقول بلي هنايا على روحنا لهنا، كان اللي شاهدناهم يراهم يدافعوا على البارسا، البارسا لونترينر حمار، وتشافي مشي اونترينر، وفلان مشي اونترينر، وهنايا انتيا مروه تكوب دي موند. اسكت تشافي دي كوب دوروب، كوب دي موند، كوب دوروب، اسكتوا، ودي كاع الالقاب ومشتقات كره القدم في الالقاب كاع دايهم كاع دايما لام كلش، جاي انتيا تنتقد فيه التاريخ تاعو في كره القدم، ما عندك ما تهدر على ذلك. حنايا كي نهضروا على غوارديولا ومشي عجبتنا طريقة اللعب تاعو، يعني راكم تعرفوا تما كي تولي تنتقد انت تخرج تنتقد غوارديولا. انا كي نشوف واحد خرج ينتقد غوارديولا تما راك تعرف تما تنجم نقول لك يا ودي اعطيني كيفاش المدرب اللي فشل ما راحش كوب دي موند، اعطيني كيفاش لعب، كيفاش ما لعبش، نقاط القوة، نقاط الضعف، تنجم تتمد له. كيف انت يا منا تعرف على غوارديولا ما تعرفش على مدرب اللي فشل دافع على نادي اللي خاطيك كاع خاطيك، على عندنا لعاب يلعب فيه خاطينا كاع، دافعوا وتاكلوا في رواحكم، وهنايا صموا البكمن، صموا البكمن، ما تهضروا ما تسمعوا ما تشوفوا، راك تشوف كيفاش. على ذلك نقولوا بلي ودي اليوم وين نتمنى، وانا واحد من الناس نبغي محرز، نبغي نشوف محرز يلعب، خاصة وين غدا ان شاء الله وين تكون مباراة مثيرة، مباراة يعني نشوفوا فيها بولا، غادي نشوفوا بها اللي خرجت عليها، رغم ان النقائص راهي نقائص عند كيسموها ليفربول، عندها نقائص ليفربول، يعني نقولوا بلي غوارديولا غادي يدخل كرون كومبلي، بصح ليفربول عندها نقائص، عندها ليبليسي، عندها ليبليسي. وين نولوا وشاهدنا وين اوضحت بعض التقارير الاعلاميه بان المدرب بيب غوارديولا، المدرب الاسباني بيب غوارديولا يتجه لعدم اشراك اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في تشكيله مانشستر سيتي المعنيه بمباراه ليفربول يوم الاحد المقبل في غدا ان شاء الله في الجوله 11 من البريمير ليج. وحسب ما ذكره موقع مانشستر نيوز الإنجليزي يوم الجمعة، فإن غوارديولا غير مقتنع بمد جاهزية محرز من الناحية البدنية، وبالتالي وإن تقلل حظوظه في
في المشاركة بالمباراة المرتقبة أمام ليفربول المقرر لها الأحد غدا إن شاء الله. على ذيك نقولوا بلي علاش علاه ديما نقول لكم محرز راه عارف روحو راه كي والو، ما راهش مليح 100%، ما راهش مليح 100% محرز، راه عارف راه يلعب يلعب مركز دو بيت مركز. من قلنا بلي محرز عاود ولا بصح ما زالت له الخدمه، المدرب يعرف خير منك ويعرف خير مني، واللاعب يعرف روحو مليح. تايا انت تقول لي اللاعب ما اللاعب، بصح يعرف روحو اللاعب بلي مازال خاصه، يعني الطريقه تاع اللعب تاعو وين يلعب، يعني ديك 33 دقيقه محرز ما لعبش، ما قدمش مستوى كبير كما كنا نشوفوا محرز امام كما هذيك ما نقولوا هنا كوبنهاغن كان يلعب كارت شاختار، هذو كان يديرهم كان يديروا في كارو في لويا تاع كارو، كان يكمل معاهم في لويا تاع كارو. على هذه نقولوا بلي يا ودي محرز السنه التقليعات تاعو رغم ان فوت هذيك فتره الفراغ تاعو، بصح نقولوا بلي مازال ناقص بدنيا. وين نقولوا بلي وحسب يعني موقع مانشستر نيوز في الانجليزي، وان فان غوارديولا غير مقتنع بمد جاهزيه رياض محرز من الناحيه البدنيه، وبالتالي وان تقل حظوظه في المشاركه بالمباراه المرتقبه امام ليفربول المقرره غدا ان شاء الله. واكدت ذات تقارير بان غوارديولا سيعتمد على الثلاثي الهجوم مكون من فوندان اولوند وجاك امام ليفربول، ويعيش قائد الخط فتره صعبه مؤخرا مع السيتي خاصه بعد اللقاء كوبنهاغن الذي اضاع فيه ضربه جزاء وخرج في الدقيقه 33. المهم احنا يضرك رياض محرز وين نعرف بلي الامسيه السوداء اللي عاشها يوم الثلاثاء، وين كانت يعني مباراه ما كانتش كاع في صالحه، مباراه ما كانتش في صالحه هذيك المباراه، ما اتمنى يعني شوف هي تقول كوغي يلعب مي لعب وخرج بهذيك كوغي ما لعبها شيك وخلاه ريح في ديك يعني كوغي خلاه عطاه المباراه. وين شاهدنا تلك المباراة وين ليلة مظلمة وين عانى منها الجزائري رياض محرز في مدينة كوبنهاغن مساء الثلاثاء، والتي اعتبرها عدد من مشجعي مانشستر سيتي الأسوأ له بقميص الفريق. صح، ولم يتمكن محرز يعني وين يعلم أن لم يكن محرز يعلم أن مباراة مانشستر سيتي كوبنهاغن بالدور أبطال ستكون ليلة بهذه السوء بالنسبة له، ولكن هذا ما تحقق بعد نصف ساعة فقط من انطلاق اللقاء. ياكو ماركا بيناتي وخرج تبقى ماشية وداكو ما تسببش في إلغاء الهدف، يعني وين ضربت في ده وفماك لي ماشي هو ما راحتلوش فماك، هو راحت له شوية غاضت ماشي غاضت، هو راحت له في المباراة في ضربة الجزاء بيناتي انا قبل الله لما يضيع البيناتي عرفتها ايه، قلت له راكي والو زدت ضيعتها شتلاقي. وين شاهدنا في المباراة التي حصل يعني وين ضيع ضربة جزاء يعني الدقيقة وين محرز يعني وين توجه وين محرز نفسه لتسديد لتعويض الهدف الملغى فأضعها مسدد في زاوية الحارس يعني الذي أبعدها بيده وسط انفجار جماهير كوبنهاغن في المدرجات، يعني كل شغل مركبونت. وجاءت الضربة القاضية في الدقيقة 33 عندما قرر المدرب الإسباني بيب غوارديولا إخراج محرز من اللقاء مبكرا وإدخال مدافع روبان دياز لتعويض طرد المدافع سيرجيو غوميز قبلها بلحظات. علاش عندنا كيفاش الانصار وكل واحد وكيفاش الانصار وين انهالت انتقادات على محرز من قبل المشجعين، على بالك النتيجه راهي في طريق المدرب وفي طريق اللي راهم يلعبوا نتيجه. محرز بكري كان ديفوا ما يلعبش السيتي يخسر، الناس كاع تعطي الحق لمحرز كيف ما لعبش محرز، بصح دروك انت تشوف النجوميه شكون اللي دا هولوند شكون اللي غادي يتفكر لك محرز؟ غير حنا برك غادي نفكروا هذا مكان. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير
بارطاجيونا الفيديو، اللي مشي مابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ان شاء الله. سعيدكم.